حضرتك تقولي ايه لكل المشككين؟ يعني في بعض الناس بتشكك، بتقولي ان دي مجرد انوار او شيء من هذا القبيل، يعني يشككوا في تجلي السيده العذراء بعد 56 سنه وكل سنه بنحتفل. حضرتك تقولي ايه لاي حد بيشكك في هذا الحدث المهم؟ اللي عاوز يشكك بيشككوا في ربنا نفسه، اللي عاوز يشكك بيشكك. انا شفت بعيني، وبعدين ايامها على فكره ما كانش فيه ليزر ولا في خداع ولا في اي حاجه، وجريده الاهرام انا معايا جريده الاهرام مصورينها بدون خداع، وكاتبين ان الصوره دي بدون مونتاج. صحيح. الاهرام نفسه كاتب، وكان ايجيبشن جازيت وكذا جورنال اجنبي كاتبين ان الصوره دي بدون مونتاج، والكلام ده سنه 68، ما كانش لسه الخدع والحاجات دي طلعت ولا ليزر ولا حاجه. وبعدين على فكره طفوا النور على المنطقه كلها. صحيح. ايامها كان الدنيا ضلمه خالص عشان قالوا الانعكاسات ومش الانعكاسات. اللي عايز يشكك بيشككوا، بس استغفر الله العظيم في ربنا، يعني مش هيشككوا في ظهور العذراء؟ صحيح. طب احنا هنكذب ليه؟ ايه اللي هنستفيده يعني؟